مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا جولي باستشعار هام كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه لا فرق ينصد تلدو قشتنا، والأحوط الأجود في الرواية بها أي بالقراءة. لا دوام جول جولكاني تحمل كابلتي لا القراءة بها، والأحوط والأجود باشترو احتياوكو احتياتي كشاكتر أويا كأقر رواية بقراءة أبو أن يقول قرأت على فلان، بقراءة أبو بمطلق نلي أخبرني أخبرنا، بل قرأت على فلان. أما أقر قرأ بنفسه، إن قرأ بنفسه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، فأقر به أي الشيخ ولو سكوتا. قرئ عليه يعني على الشيخ، وأنا أسمع فأقر به أي الشيخ ولو سكوتا، لأنه لا يشترط نطق الشيخ، يعني تويخ بني بشيخة بس بدنب كافية، بلت أقررت ولا نعم ولا أجزتك شرطنية، بس قرأت عليه وسكت كافية. ثم باش أمانة يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة، يعني كابو أصل لا قراءة أوي بلي قرأت على فلان، يعني بلي قرئ عليه وأنا أسمع، أما بو دو صنف أقريك خوي خويندي بلي قرأت عليه، أقر كسيك لما جلس حاضر بو كسيك تر خويندي بلي قرئ عليه وأنا أسمع، أو هذا التصريح. باش أم عبارتانا ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة، عبارات السماع كامية، مثلا سمعت حدثنا أخبرنا، بلان بتقييد نلي حدثنا نلي حدثنا ين حدثني ين سمعت بمطلق تقييدك، مثلا حدثنا قراءة أو مقيدة. ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة كحدثنا أو سمعت، بل يجي كحدثنا بقراءتي، حدثنا بقراءة عليه أوها وأنا أسمع، كحدثنا بقراءتي يعني على الشيخ، أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بشلي أخبرنا بقراءتي، شنك أخبرنا لقل حدثنا لقل أواني تير هيج فرقينية، حدثنا سمعت أخبرنا للاي متقدمين وللاي مغاربة هيج فرقينية، يعني كوابو أقندت قرأت عليه يان قرئ عليه وأنا أسمع، أقلو تتحدثنا يان أخبرنا يان سمعت يان هالشيك، لو أنا بمقيد بيلي حدثنا بقراءة عليه، حدثنا بقراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أنبأنا أو نبأنا أو قال لنا أمانش كذلك. أمانش هر للاي متقدمين هر حكمي الفاظ سماعي، هي حدثنا وأخبرنا وسمعت أنبأنا هميك للاي متقدمين كذلك. وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، فرق للنيوان، أنشدنا لقل أخبرنا يان حدثنا، أنشدنا بشعر بكره، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه
جاء أجر أمشدنا شعري خوي بيه يعني شعري كسي كتير بيه وموكو اصطلاحي بو شعري كشعري خوي النبي أو يعني بكاري ناوة يعني روى لنا الشعر وأنشدنا في الشعر قراءة عليه ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا هنا أي في القراءة يعني أما بري حدثنا يعني أخبرنا منع فعل منعك عبد الله بن المبارك منع إطلاق حدثنا وأخبرنا هنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث وجوزها طائفة عندك لا نسر كم يعني حدثنا في القراءة من غير تقييد حدثنا المطلق أخبرنا المطلق بمطلقي ومنع إطلاق واضحة يعني استعمال لفظ حدثنا وأخبرنا وسمعت مطلقة أما للا عبد الله كريم مبارك ومجمعي العلماء ممنوع قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث وجوزها طائفة عندك العلماء وكان درستا هيج فرق شنية قراءة بلي أخبرنا بلي حدثنا بلي سمعت إيش كشيء ثاني وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك بن أنس وسفيان بن عيين ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأبي حنيفة ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وألف فيه جزءا كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه هذا تلميذ كشي أبو يوسف ومحمد والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وألف فيه جزءا وأبي نعيم الأصبهاني وحكاه عياض عن الأكثرين زورنا وهو رواية عن أحمد كوابو لمسألة قراءة علماء متقدم فرخيناك أنك السماعة شون سماع حدثنا وسمعت أخبرنا بوي بكارديت بو قراءة شهر بكارديت فرما مو متأخرين شين لكن أخبرنا عندنا بو شي بمطلقي طبعا أخبرنا عندنا بو قراءة جاء أخبرني بو قراءة بنفسه على الشيخ وأخبرنا بقراءة غيره على الشيخ أوها متأخرين ما كنت بتايبد مشارقة علماء مشرق كأدرسك باس ماك ومنهم من أجاز فيها أي في القراءة عندك لعلماء شيئا كدوا سمعتوش دروسا أيضا وروي عن مالك والسفيانين والصحيح لا تجوز لقراءة بلي سمعته ومنهم من أجاز فيها سمعته أيضا وروي عن مالك والسفيانين والصحيح لا تجوز كسيوطي عليه ومن صححه أحمد بن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما قال سمعت لك رائش درست ويقع في عبارة السلفي في كتابه التسميع سمعت بقراءتي وهو إما تسامح في الكتابة يعني في النقل من الكتب سمعت بقراءتي وهو إما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق شنك كبلي سمعت بقراءتي أما مطلق نية يعني باسك ما باسي شيء باسي مطلق
باسي سمعتو مطلقة، حدثنا مطلقة، أخبرنا مطلقة. أما أميكا هنا بتي سمعت بقراءتي مقيدة إيش باسي شنو كوابو أم هنا نوي أم قصي كسل فيه ناوتي سمعت بقراءتي إما تسامح في الكتابة بونونا لا لنقلك إلى كتابة شنك هو السماعي تانية تولى كتابك ونقلك يتواني بلي سمعت بقراءتي إما بو أمي لنقل كتابة ووايب كارهناوة قولك سلفي لم ليرى ما بس بي النقل من الكتب وإما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية أو رأي أما رأيك يفصل بين التقييد والإطلاق يعني لا مطلق دا درسني أما بتقييد درست بلي سمعت بقراءتي كم بلي حدثني بقراءتي حدثنا بقراءتي أها سمعت ويش درست ومنع الطائفة هندي كتريش العلماء منع شان كدو إطلاق حدثنا وأجازت إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه من تلاميذه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق يعني أوانيك خلشي عراق وإيران وولاتاني ثرنكا المشرقي إسلامي لسلامة شونا فرق كان كدو لنيوان حدثنا لقل أخبرنا طبعا أقل فرق كي لنيوان حدثنا لقل أخبرنا من باب أولى سمعت لجملة شيء حدثنا فرق لنيوان حدثنا لقل أخبرنا حدثنا بو قراءة بكار نايت بو السماع وهروها سمعتوش بلام أخبرنا بو قراءة بكار ديت طبعا أمال لا متأخرين لا متقدمين بكار هنا وأخبرنا بو سماعش ومغاربة مغاربة ومغربي إسلامي لمتأخر كانش أنا هندي كان شان كدوا أخبرنا ين هربوشي بو سماعش بكار هنا بلام لمتأخرين ولا مشارقة أخبرنا بو قراءة بكار ديت وأجازت إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق يعني زورينا أخبرنا متأخر تلا بكار هنا أنا كشي أنبأنا يعني كم بكار هادو أقعد من الدرسكي تلا حدثنا زور بكار هادو أخبرنا لو كمتر أنبأنا لو كمتر لسه كانت الأخوين ما هل لما تنكشها هي قال زقري توصل ما تنكا هو فقد موب بو أنبأنا بالنسبة علماء مدرسة زال أن بو قراءة بو أخبرنا مدرسة زال يقدر خلاص ما ها بقري لوصل ما تنكا قال الخطيب أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا وهو كثير في الاستعمال وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ أما مسألة أخبرنا كاتل لا متأخرين تخصيص كلاب ولا بقراءة أو كاتصلح كان قران للا متقدمين شونا أخبرنا بكاربيني أنبأنا بكاربيني سمعتو حدثنا هم يك بلام للاي متأخرين واني للاي متأخرين أخبرنا بقراءة وأنبأنا بقراءة وزياثر بإجازة ودين سري يعني أسأل للاي متأخرين هل سندك بينيت أنبأنايا أنبأنيا أنبأنا هو غالب إجازة إجازة من غير قراءة واضحة برام للاي متأخرين لاي هميان وانية شو كأنبأنا ولا برامبر أخبرناي قراءة بكار ديت للاي متأخر متى يبدل للاي مشارقة وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين
عزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف، قال: فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. يعني كابو استأخبرنا بو بشي بو بعلمك بو حقيقيك بو مدلولك كشيا يقوم مقام قائلي وكواي قائلك يبغي أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي نك حدثني هو. كابو أخبرنا لم لا متأخرين وايلهات وقراءهات. حافظ ابن حجر ليرة قال: فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه. بلان باس يوين كذوة قرئ على الشيخ وأنا أسمع لم عباري محمد بن حسن واتنقين فرق بين القراءة على الشيخ وقراءة غيره على الشيخ. ما بس قراءية للسياق كما بس أوي فرق هي لبين القراءة والسماع من الشيخ. أخبرنا للقراءة بلما السماع لما يسمع من لفظ الشيخ بوي أخبرنا بو بعلم يكبو قراءة. يعني هذا الشيء قلتوه شنك شيء علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه بلما ولو أما عبارين نقصان أبوها بيوتها. فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائلي أنا قرأته عليه وقرئ عليه وأنا أسمع لا أنه لفظ به لي لفظ به لي لا أنه عفوا لفظ به لي لا أنه ما بس شيء الشيخ أي قراءة على الشيخ شيء لي من غيره يكتر بيخونه أجتنا ويكما ويحافظ بن حجر لأنه زها فرق كدولة بينما فرق الحافظ بن حجر في النزهة بين قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيخ وبين قرأنا وأخبرنا عند عفوا قرأنا وأخبرنا عند المشارقة. والحاصل أن أخبرني بمنزلة قرأت على الشيخ عند المشارقة وقرئ عليه وأنا أسمع بمنزلة أخبرنا عنده. كابو دو لفظة أخبرنا أخبرني بو بلان بشي قرأت على الشيخ أخبرنا بمعنى قرئ على الشيخ وأنا أسمع أهو لدرس كان الكتاب كان تزول باسمان كده. وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب قال ابن الصلاح يعني وروي هذا ما تقدم عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب قال ابن الصلاح وقيل إنه أي ابن وهب إنه يعني عبد الله بن وهب أول من أحدث الفرق بين اللفظين بمصر يا كم كسكا تفريقي كدول النوان هردو لفظك كخلش مصر. وقيل إنه أول من أحدث الفرق بين اللفظين يعني بين حدثنا وبين أخبرنا أما من حيث الزمن يكمكسك كتفريق كدول بين حدثنا وأخبرنا. وهذا يدفعه النقل عن ابن جريج والأوزاعي الله أم قولي كوا اللين عبد الله كري وهب يكم كسا كفرق لبين أخبرنا وحدثنا كالبيت أوي كوا النقل أكل لابن جريج أو زاعي أو قسى بالراس ناخنوا يعني رد النسل أو قسى بلام إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر بلام توين تقيدي كين بلين عبد الله كري وهب يكم كسا لمصر ده
كابو أولي أولي حقيقيني أولي شيء إضافيا يعني بالإضافة إلى مصر لمصر هي كم كسة. أما فيش عبد الله كروه بن جريج أو زعيش أم تفريقان لنيوان حدثنا لقل أخبرنا كذو وهلوه وروي عن النسائي أيضا لا نسائيش وروايات كذا وحكاها الجوهري المذكور أو جوهري كباس ما كلا فيشتر ككتابها أبيش باس النسائيش كذو كأبيش لقل أم مذهبها. قال ابن الصلاح وصار الفرق بينهما هو الشائع أما بوبا باو الغالب على أهل الحديث وهو اصطلاح منهم يعني أقبش إن سر لغة آية فرق لبين أخبرني لقال حدثني فرقي هي فرقيني بلام اصطلاح خوان اصطلاح بوئي جاي كانوا لسماع لقراءة جاي كانوا اصطلاحي كان كدو أخبرني بو قراءة حدثني بو سماع وهو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف. أما إيش بيت بلي للغيشة فرقه لبين أخبرني ولبين حدثني فرق خي واي وايتها أم إثباتي كاتك أما واي هل لحقيقة للغة ذا واي حقي لغوية الله أما تكلفي جرك مشقي جرك بالحال إصلاحك إخوان وين دانا. قال ومن أحسن ما يحكى عن من ذهب هذا المذهب ما حكاه البرقاني أو كوا باشترين حكاية وقولك كتفريق كلابي لنيوان حدثنا لقل أخبرنا أو كبرقاني نقل كدوة عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان إيش كلا علماء قولكاني الحديث لا خراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ أم أبي حاتمة محمد الهروي حديثي خندوا قرأ على بعض الشيوخ إيك لو شيخانا كالخراسان دا أم حديثي خندوا بسريع عن الفربري صحيح البخاري يعني عن طريق الفربري الناقل صحيح البخاري لنا وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري أم الشيخة بأبو حاتمي أو دلهم هم حديثك حدثكم الفربري يعني ينقل عن الفربري بالتحديث يتحدثكم الفربري يعني كيف يتحدثكم الفربري ذهن بلاي سماعت. فلما فرغ من الكتاب من يقليه ساقط وائل طبعاقية ما لا يوهي بس خوي أصل كتاب نقلك لكتاب ترى بوزيمة من اكتياها من فلما فرغ من الكتاب يعني فرغ هو أشكريت كتابك فاعل بيت فرغ الكتاب كتابك تواب فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه لدعي كتاي حديث كان تواب كتابك تواب وتيجي أن يذكر أنه إنما سمع الكتاب كتابك بيستوى بلان بشيوي قراءة يعني سماعك مقيدة بشيوة بالقراءة أن إنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه يعني قرأ هذا الشيخ على الفربري قرأ نكل سمع من الفربري قرأ هو على الفربري كاتي أمي بيست أبو حاتم فأعاد يعني أبو حاتم فأعاد قراءة الكتاب كله هرمي فيندو وقال له في جميعه أخبركم الفربري حدثكم الفربري لا أخبركم فرق بين حدث وأخبره. قال العراقي وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث وهو التشديد وكوايا سندك دباركات ولهم حديثك دا ومحديثك أخوانيت ودعي سندكش دبا يعني سندك أخوانيت وحديثك دعي سندك دباركات وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث وهو تشديد والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سيأتي. ما في بي سي بيني شنكا
أخبركم يعني حدثكم لمقابله يكن. وما دام بقراءش بستويتي فرقش يا فرقي كينيا فائدة مذاهب النحاة في أخبرنا سماعا ونحوه برقي شوا هندك جار عبارتي شوا ديد أخبرنا سماعا آية شون إعراب أكدت آية معناي سماعا شيا ليلة أخبرنا سماعا قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة يعني أخبرنا قراءة أخبرنا سماعا هو من باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة يعني لم بابه وكشون جلست قعودا جلست قعودا جلست قعودا خمان لمن شون معروه إن إعرابك ليت مفعول مطلق تواو روخ وشاتي لسلامة أشي بلاما ما علماء خلافيا لسلامة هيا وللنحاة فيه مذاهب مذهبي كم أحدها وهو رأي السيبوي أنه مصادر يعني استأمى سماعا مصدرا وقعت موقع فاعل حالا يعني حال للفاعل وقعت موقع فاعل حالا يعني حال بفاعل كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عدل يا زيد عدل زيد عدل وكتشون زيد عدل كما وقع المصدر موقعه نعتا استعدل مصدر بوت النعت بوت الصفة بو زيد وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع يعني سماعي وقياسي ولا يقاس فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العربي بذلك كابو كزنات والله أخبرنا سماعا يا قراءة شنك أما حد شيك هات بلا لغة سماعية وقياسي لسار ناكرد الثاني مذهبي دوام وهو للمبرد أنها ليست أحوالا حالنية حالنية سأخبرنا أوت من حال بو فاعلك فلام ليلة الله حالني بل مفعولات بلكم مفعول به بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها نك مفعول به مفعول بل مفعولات هو زمت مفعول به مفعول بل مفعولات أنها ليست أحوال بل مفعولات لفعل مضمر يعني محذوف من لفظها إذا أخبرنا سماعا بتشي أخبرنا سمعت سماعا أخبرنا سمعت سماعا أقل أو التقديدي كي أخبرنا سمعت سماعا أو كذا سمعنا بتشي مفعول مطلق أي سمعت كمفعول به كي أكل مفعول به يشبت سمعت سماعا السماع هذا سمعته سمعته سمعت سماعا أي سمعته بويا رب المفعولات المفعولات تينك الدواء لفعل مضمر من لفظها أكل مفعول تشبت مطلق يشبت بهالحال أجوتد أخبرنا سماعا تقدير كبوبا أخبرنا سمعت سماعا أنجا سمعت سماعا أبيت فالجملة تكون حالا جملة كيف بيت حال سمعت سماعا أبيت حال جملة فعلية أبيت حال وذلك المضمر هو الحال يعني سمعت سماعا أو جملة فعلية أبيت حال وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم مثلا أخبرنا بوشي بكالينا بمعنى سمعت بكالينا
بل لمعناي اوات وانيت حموشتك. مثلا اخبرنا تحديثا، مثلا اخبرنا تحديثا يعني اخبرنا حدثنا تحديثا، اخبرنا قراءه، اخبرنا قرأ قراءه. چونك ما دام اخبرنا رشوا هرشتك لمعنى اخبرنا شو سمعت حدثنا قرأ شبو اتواني فعلي شي محذوف بيني اويك بدوي دحات وقياسي بكل السلام عمل لا مبرر. وذلك المضمر هو الحال، وانه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم كشي اخبرنا هر فعلك متقدم بيني اتواني فعلي شي محذوف فيش هاو ماناي بيني وهروها مفعولي شبو بين داني كابو قياسي بعكس رئيسي بويه. وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة أخبرنا سماعا، كابو أخبرنا سمعت سماعا درشيد. وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة، بل كلام أبي حيان في تذكرته، كلام أبو حيان على يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع يعني سماعي وبسلاوة، وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. وأخبرنا قراءة شلده أخبرنا قرأت قراءة أخبرنا قرأت أقرب متأخرين بيش أخبرنا بمعنى قراءتي أو قراءة غيري على الشيخ أبو. وأخبرنا قرأت يعني وأخبرنا قرأ غيري على الشيخ قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. أما قولي الدوم الثالث قول السير وهو للزجاج، قال يقول سيبويه فلا يضمر لكنه يقيس. باش تربيت مقيس ولا حاشك شوال على طبيعتك هاتو مقيس فلا يضمر. قول الزجاج قال يقول سيبويه فلا يضمر، لكنه مقيس يعني شيء عليه قياسية بعكس شيء بعكس السيبوي. قول الزجاج هو الرابع. يعني قول سيبويه قوله لكنه مقيس له مخالفه اخر، يعني قول سيبويه فلا يضمر بس يعني بابلين يعني نقل مذهب السيبويه بالمعنى وزاد عليه شيئا. يعني زجاج يقول قال السيبويه لا يضمر لكنه يقيس، يعني مقيس بنا كابو يسا خالف السيبويه في شيء ووافقه في شيء. يعني مضمر نية محذوف نية وكو قولي مبرد كابو إسا مذهبي كرتي زجرت أنا بيتشيا أخبرنا سماعا سيبويه الله سماعية أم الله يحرك قولك سيبويه بلام قياسي هلو. يعني نقل مذهب السيبويه بالمعنى وزاد عليه شيئا. الرابع وهو للسيرافي بكثر، قال هو من باب جلست قعودا منصوب بالظاهر مصدرا معنويا، هذا هو الأقرب. أما طبعا لها من زكت له مفعول منصوب يعني مفعول مطلق، فرق شيء لقى القولي مبردة لغض دوما أو الله مفعول بفعلك محذوف
أخبرنا سمعت سماعا أم علينا هل أخبرنا سماعا هل بأخبرنا خوي منصوبة بأخبرنا فاعل عامل كيف فعل الظاهر كيف أنك محذوفك. قال هو من باب جلست قعود سق قعودا نقري إعراب كمفعول مطلق بفعلك الظاهر كجلست يعني إذا أقر جلست قعودا مخيد السلم ذبي مبارك لذي جلست قاعد قعودا منصوب بالظاهر مصدرا معنويا بس ابن سهاذة هو الأقرب فروع ديت سر هندك فرع لم بشي دوام كابريتية لخراءة فروع الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه يعني حال قراءة القارئ على الشيخ بيد شخص موثوق به غير الشيخ يعني كتابك نسخك الشيخ بدس كسي كتره وبيت بلام كسي كثقة بيت شيخ وينيه كسي كتره مراع لما يقرأ أنجام تشيشا يقضى بوديايا مراع لما يقرأ أهل له كسك أهل رواية وسماع وأواني أهليتي هي مثلا من دالنية كافرنية فلان أهله أهل الرواية ويقضوا رعايتها ومتيقضوا ريايشة متساهلنية نسخكيش بدستويا مثقشة فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه شيخ شوي حاضر فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه يعني ما يقرأ عليه على الشيخ يعني بلان بشرط وجود ثقة بيده النسخة فهو كإمساكه أصله بيده وأولى أو هاروك وايا الشيخ خوي النسخة كبدستي وبيت وبقر لوجه باشترا بو لبر خوي الشيخ خوي حافظة كسيك ثقة شيء نسخيش بدست وايا كابو دوش حفظي خوي وإمساكي نسخيكش بدستي ثقة كوا فهو كإمساكه أصله بيده وأولى به لتعاضد يعني اجتماعي ذهني الشخصين عليه ذهن دو الشخص تكوبة لسدي أم كأخوي حافظ الشيخة وأبيش مراعية ومتابعة وثقة ونسخيكش بذستا أما أقر الشيخ خوي حفظها به وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه أخوين ديان بسرية وحافظنا به وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه فقيل لا يصح السماع عندك العلماء وتفعنا سماعي درسنيا حكاه القاضي عياض عن الباقلاني وإمام الحرمين والصحيح النووي رحمه الله والصحيح المختار الذي عليه العمل بين الشيوخ وأهل الحديث كافة يعني والقلاوة مشتاع يعني علماء الحديث كارم في كدوا أجر شيخك تشيش نبيت حافظش نبيت لا تحالك دا لم حال دا يعني خوي موجودة موثوقك هي نسخيشي بدستوها با حافظش نبيت خويشي هرش تزاني شيخ وخو يعني متابعة أيش ثقية ونسخيشي بدستو لمجلسك والصحيح المختار يعني في هذه الحالة الذي عليه العمل بين الشيوخ وأهل الحديث كافة أنه صحيح. قال السلفي على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم يعني من أولهم إلى آخره عن آخرهم يعني من أولهم إلى آخره عبارة زوجة بكاري يعني من لا أولت آخر علماء وهبنا أما أقر شيخ خوي حافظ جنبه والله من نسخي بدست ثقيك وهبه قراءة لسري درسته فإن كان أصل الشيخ بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته تماشان لي ليس لقل سورية كما تشوان فرقيها فإن كان أصل الشيخ نسخة الشيخ
بيد القارئ نك بيد شخص موثوق في المجلس نك بنسخكي بدستي قارئك فإن كان أصد الشيخ نسخي شيخك بدستي قارئك كأخواني مثل الشيخ ده الموثوق بلام ثقش تلميذك الثقية لا تشيش جاء ثقية بدينه ومعرفته دين ها دو قيدة هم دين دارة خائنية وهم معرفش هي لو علميك أي إخواني ومعرفتي أي بالعلم الذي يقرأ فيه لا تشي علميك إخواني حديثة أصول عقيدة فلان جي إخوانته شون إخوانته بدينه ومعرفته يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه بلام شيخ حافظني فأولى بالتصحيح خلافا لبعض أهل التشديد أمش ورأيجيريت لبرشي لبروا أمت تلميذك قارئك ثقايا وصاحبي معرفة فأولى بالتصحيح خلافا لبعض أهل التشديد يعني التشدد المستثي ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به القارئ أو غيره ولا يؤمن إهماله لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ كابو أجر شيخك حافظ نبو طلا أو كسي كنسخة كي بدست شي قارئ بيان كسكيت لسورية كما ثقة نبن ثقة نبن للدين يعني لمعرفة و يعني بولين مظني إهمال هبو قبولني أو غيري ولا يؤمن إهماله لم يصح السماع فمرجك إن لم يحفظه الشيخ أي أجر الشيخ هو حفظه أبو قراءة في درسة الثاني فرع دوم إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه ك قلت أخبرنا فلان بونما نسخيك بدستواها نسخيك بدستواها نسخي شيخك بدستواها طبعا شيخك مثلا نسخي بخاري بدستوا به صحيح بخاري كيش تحديثي كان بونما حدثنا الحميدي تقوليش صحيح بدستوا لغل شيخي خد أقصيك كبخاري علي أخبرك بالخطاب أخبرك الحميدي قال حدثنا تاكوتاي أقول أو هادوت أخبرك الحميدي تاكوت بيالله إذا قرأ على الشيخ قائل أخبرك فلان أو نحوه كقلت تعني بلي قلت أخبرنا فلان بل ما مخاطبي بخاريك علي قلت حدثنا الحميدي تاكوت كابو شيخش جوغلا جوغليتي والشيخ فاهم مصغ إليه فاهم له غير منكر يعني إنكار جناك ولا مقر لفظا نشلد نعم أخبرني هيج نعلد أزانت وشي أجيت وفاهم معرفه بويكت وشي أليت و إقراري هي سكوتي لفظيني ولا مقر لفظا صح السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقراء الظاهرة هلا وانت بعد انتو اخوانيت علي أخبرك فلان يان قلت كذا وكذا وكذا ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم قال أخبرك فلان تاكوتا يعني قلت أنت يعني تاكوتا علي بل نعم شرطني كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون الحديث والفقه والأصول إقرار باللفظ شرطني وشرط بعض الشافعيين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي
وبعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري نطقه به. عندك العلماء كنابياني هنا شافعي كان وكشي رازي بن صباه وسليم سي عالمي قولي معروف ان الشافعي كان وهندق لا ظاهري كان كمقلدي داودي ظاهري ألين شيخ به بله بله بنطقها به بإقرارك إقرارك لفظي به. وقال ابن الصباغ الشافعي من المشترطين ابن الصباغ كيك كلا أو علمانيك ألي الشرطة ليس له إذا رواه عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني يعني بوينيا بل حدثني أن أخبرني وله أن يعمل به أي بما قرأ عليه وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرأ عليه وهو يسمع. أم قول ابن صباغ قال إذا قرأ على الشيخ قراءة بويني بل حدثني وأخبرني في الرواية بس بوي هيا عملي فيك بو خوي عملي فيك بل بو خل نقلك الرواية بك بويني إلا بل شيء وله أن يعمل به أي بما قرئ عليه بما قرئ عليه وأن يرويه يعني وله أن يرويه قائلا أتواني الرواية بشبك بس بان لفظ صريح قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع كابول لا ابن صباخ بطريق قراءة بقراءة لفظ قراءة صريحة نقلك. وصححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة وصححه ابن حاجر والزركشي. وقال الزركشي يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر. الزركشي يلي يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه يعني سكوتك غافلنا بغير غافل بيت سكوت قبولني زوري لكرابي إكراه بي قبولني وفيه نظر يعني في هذا القول نظر بوب نظرك الشيء تشوى زاني كابل غافل يا غافلني ما بستي أوي بنسوى النظر أو نظريك ما بستي والله أعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الغفلة وعدمها. والنظر أنه لا سبيل إلى معرفة الغفلة والنظر أنه لا سبيل إلى معرفة الغفلة وعدمها إلى معرفة الغفلة وعدمها نسيت أنا بلام أكريد بش زانين غفلي شيخك كامية أكريد شيخي بش روجي بخير غفلة يا غفلني يا تلميذ يا جسر شبخة ديالا كابو تعني لكن يمكن لكنه يمكن أن يقال إذا لا يمكن أن يقال فهمني ويمكن أن يقال لكن غلابة ويمكن أن يقال إذا كانت يا كان إذا كان سكونه عادة إذا كان سكوته عادة فمن الممكن أن يكون من الغفلة إذا كانت سكوته عادة فمن الممكن أن يكون من الغفلة ويميز بينها وبين غيرها فما توانيد مثلا غفلة جاكي دوار. ولو أشار الشيخ بيده ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني. عندك ذن هل الشافعي كان خويا
ألين إقرار لا بد منه هو ألين أجر أو هاي كده بسر أو هاي كده يم بدستي بونمونا شتيكي كرت معناي سماع وإقرار ده بونمنا أخواني الله يعني بخوانا مثلا شتيك أكاد يعني علامية كنشانية كبو أوها أو كات خوينا بوا أما ألين هنا أما ألين يهودي هنا كان لي هنا يعني. ها أو بنجا هسه ما ألين يهودي كان لي كان ألين ماسوني كان لي كان ما زال مش لا هو ماسوني بو نعم نازل صلاة أنا أو جاء بس زورش يعني أمش يعني كاتي خوي أجاب موتى خما بموتى بلي وايد شي معنى كده شتك معنى كده يعني هل لا هشتاك أنا وذكر شتك معنى كده بس دعاي اللم صلاة أما عاد إيه ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه لإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول يعني صاحب المحصول كتابك لأصول الفقه بأنه لا يقول حدثني يعني يكتفي بالإشارة ولا يقول حدثني ولا أخبرني. قال العراقي وفيه نظر وفيه نظر أم قولش نظرتها نظرك شيء يعني أو إقرار يتربوت شيء توين نظرك أبلين لأنه من الإقرار فلا يمكن منعه حدثني ولا أخبرني ولا أخبرني صباح حدثني قال كتير بيجي أها لدينا فيها توا ولو أشار الشيخ برأسه أو إصبعه لإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني إتواوا هالواقع المول كيشنبو يعني لا يقول حدثني ولا أخبرني ويكتفي بالإشارة بو فيه نظرك فيه نظرك سيزي تحتي تكتير من تندر كده شتك وخوتا هاتنا شوينة كمان والله المستعان ولو أشار الشيخ برأسه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولو أشار الشيخ برأسه أو إصبعه للإقرار ولم يتلفظ كوابو يعني التلميذ لا يقول حدثني ولا أخبرني ولو أشار الشيخ برأسه بوتي لبروت هنية إقرار نية ولو أشار الشيخ برأسه أو إصبعه للإقرار ولم يتلفظ ما دام بلفظ نلي النعم بإشارتي فجزم في المحصول بأنه لا يقول التلميذ حدثني ولا أخبرني قال العراقي في نظر نظرك بو محصول بو صاحبي محصول ويا شنك إشارة إقرارة إشارة إقرارة لأنه من الإقرار فلا يمكن منعه أم جاءت صحيحة كانت جماعة وانيا ها بينج يبو سينا قد هش تقضيت بينج باش قشت نسي الموفق بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم Thank you.